المهم كنستنكروا هذه الاوضاع اللي كيعيشها فريق حسنية تكادير حاليا. راه الاوضاع ما كتبشرش بالخير، والسبب ديال هذا الشيء هو اقاله المدرب غاموندي بدون سبب. يعني راه من اللي خسرنا الفينال ديال كاس العرش، وذاك الفينال راه فيه شي حاجه، يعني ذاك الفينال راه النتيجه ديالهم ملغومه، وذاك الشيء باش داز راه. والرئيس حنا كنطالبوا برحيل الاداره، كنطالبوا برحيل الاداره، لا من الرئيس لا من الكاتب العام لا من الكاتبه. المهم كاع دوك المشوشين ودوك المنخرطين اللي لا علاقه ما كيهضروا لا على الفرقه مكمشين، حتى هما يعني مساهمين في هذا الشيء اللي كيوقع في الحسنيه. وكنطالبوا برحيل المدرب محمد فخير. والمستقبل ديال الفريق راه باين، المستقبل يعني الحسنيه غدا للهاويه، غدا للدوزيام سيري بعد اللعب اللي كيقدموا دابا. راه ولينا كنخسروا صاحبي مع بالرشيد، وبالرشيد عباد الله خسرنا بجوج لزيرو، خسرنا يعني اسفي كنا كنضربوها باربعه لزيرو، واليوم وكنخسروا معاه. راه لا يوقع هادشي اللي كيوقع، يعني راه خاص ظفر الجهود لانقاذ الفريق من هذه الازمه هذه. راه لا يوقع، راه الفريق كانت الجاسوس باكملها عندها. يعني الحسنيه راه ماشي كاي فريق، الحسنيه راه فريق عريق وتشرفت كما كنقولوا ليها. لهذا كنطالبوا برحيل المكتب المسير محمد فاخر، حتى هو خصو يمشي في حاله. راه ما بغيناكش اصاحبي، خصك تمشي في حالك، راه الجمهور راه الاغلبيه ديال الجمهور ما بغاكش، وانت كتخسر ماتش كتخرج كتقول لا لي بليسور لا ضغط المباريات لا كرا. كنا كنلعبوا اكثر منك فاش كان السيد غاموندي. كما كتشوفوا هاد الاواخر الحسنيه تقدر ترجع للمستوى ديالها، ما بقاتش ديك الكاريزما اللي كنعرفوا، دوك المثلثات ديك دقه دقه اللي كنعرفوا على السواسه. السبب اللي خلى الحسنيه تراجع هي اللعابه تحطموا اللعابه، والله الا تحطموا بالله. الرئيس داك الاوديو اللي تلاق اون بلوس جراو على المدرب النهار الليله ديال الفينال، جراو على المدرب. كاينه شي حاجه مورا الكواليس ما قالوهاش للجمهور، حيتاش ديال الفينال اصلا راه الفينال كان ديالنا. كاينه كيقولوا كاينه تما مؤامره، كاين المهم بزاف د الحوايج حنا ما كندخلوش في داك الشيء. حنا كنطالبوا بواحد الحاجه بالاستقاله ديال المكتب المسير، بالاستقاله ديال المكتب المسير، ويخليو الناس اللي بغاو يخدموا، الناس اللي غادي تموت على الفرقه. حنا راه كنموتوا على الفرقه، كنضحيو من اجلها، كنمشيو نديبلاصو ديالنا، ما كنحضروا حتى شي واحد. علاش حب الفريق؟ حب الفريق راه ما نقوش في قلوبنا، ماشي يلاه عرفنا على الفرقه ولا. وكنتمناو ان شاء الله، كنتمناو من المسؤولين ياخذوا شي التفاته في هذا الفريق، حيتاش هذا الفريق هو اللي مفرح هذه المدينه ومفرح الشباب ديال هذه المدينه. ومن هنا المستقبل راه باينه، راه هذه الحاجه راه باينه، غادي الهويه ف 10 المباريات عندنا 9 نقط، راه باينه حاجه باينه. راه الا خسرنا كونضر الفتح راه باينه نوليو حنا الاخرين في الترتيب، وهادي نلعبوا فين؟ راه كان غاموندي راه كان الفرقه راه حسنيه تقدر كان كيضرب ليها المثل في المغرب كامل، كيضربوا لينا الف حساب. دابا ولينا واحدين مع برشيد وجد مامره، الله يلا حشومه عليكم بالله، تعديتوا علينا تعديتوا على هذه الفرقه، الله ياخذ فيكم الحق. بين الحبيب وحبيبته ضاع امل المدينه، هذا الشيء اللي غادي نقول انا. السلام عليكم، تحيه لجماهير حسنيه تكادير. بغيت نقدم واحد الرساله ديالي للمكتب حسنيه اكادير، منهم الحاج الحبيب سيدينو. نتمنى منه يفهم راسو ويدير واحد الاستقاله جماعيه، او فتح باب الانخراط عاجلا، ويخرج لنا بواحد التقرير، واحد يكون تقرير رسمي على الاوضاع ديال الفريق. اما بالنسبه للفريق الحسنيه تكادير، هذه المشاكل اللي تخبط فيها، المشاكل اللي هي هما اللي بغاو، هما اللي وصلوا الحسنيه لهذه المشاكل هذو تدريجيا، من مقابله ديال الاتحاد الليبي زامبيا، وهما تيتقادوا في مسائل ديالهم. وكما قال المقوله ديال غاموندي، الاستاذ غاموندي قال واحد المقوله بان كاع اللي تيكذب على الناس غادي تدمر الحياه ديالو بالكذب، وداك الشيء اللي وقع لك الحاج سيدينو. الحاج سيدينو دابا انت مخفي على الانظار، واش في المانيا واش في المغرب، واش ولو تقرير رسمي ولو اي حاجه عطيتها علينا حنا كجماهير كمحبين حسنيه اكادير، ماشي هي الالتراس. راه حنا كاينين الالتراس، كاينين المحبين، كاينين قدماء اللاعبين، كاينه مدينه، كاينه هويه تتهضر على هذا الفريق. ولو تقرير رسمي، ياك عندك ناطق رسمي،
عطيه باش يعطينا يقول لي يقول لنا اش كاين، قول لنا بان راه الحسنيه هاد المشاكل اللي تخبط فيها منين جات منين جات. نتوما ضاربين الطم، خدمتو خدمتكم، اللعابه هما واحد بواحد تيقول لكم معطوب، ونحلف بالله بان النص ديال دوك اللعابه ما معطوبينش، كاينين اللي معطوبين وكاينين اللي ما معطوبينش. ما عليناش حنا نقولوا لك كجماهير حسنيه تقادير الله يرحم بها الوالدين، وحنا راه مستمرين ثم مستمرين بالاحتجاج بجميع الانواع الاحتجاج. حنا ان شاء الله نمشيو للجامعه المملكه المغربيه، وكاينه الجاليه المغربيه اللي غادي تمشي لمقر الفيفا. كونوا على العلم بان راه ما بقيناش هذوك الناس اللي كتقولوا راه كوانب، لا راه الدراري دابا جينيراسيون طالعه. تفكر كاين قانون، وكاين قانون عليا وعليك، صافي استقلوا. او الى عندكم واحد المبدا وعرفتكم انا ناس نزهاء، فتحوا مكتب للانخراط وديروا جمع العام استثنائي، او ديروش اي حاجه فهاد السيمانه هذه، جمعوا الناس فتحوا باب الانخراط، يدخلوا الناس ينخرطوا ويجيبوا افكار ويجيبوا الفلوس، ونكتب الصندوق ديال الفريق يولي برلمان ديال الفريق، يولي نقاشات، يولي ماشي انت اللي فكرتي فيها. لا بينا نشريو البصله نشريو البصله، لا بيتي ماطيشه نشريو ماطيشه. لا سيدي ما بغيناش هذاك اللعاب، ما غاديش تجيبو، انت بغيتي ذاك اللعاب صافي تتبقى. احنا راه بغينا هذاك، لا احنا راه جمهور، وجمهور وفريق تيكون عنده مكتب، ومكتب باش تعرفوا واحد الحاجه تيكون عنده برلمان الفريق. ما هو برلمان الفريق؟ عباره عن منخرطين. شكون هم منخرطين؟ محبين حتى النخاع اللي تيجيبوا بالاموال الطائله ديالهم ليا 5000 8000 درهم. شوفوا الفراقي في المغرب شحال وصلوا المنخرطين، 8000 12000 14000 16000. علاش حنا 46؟ علاش؟ شرحوا لينا علاش. هذه رساله موجهه لكم انا بالله، وشرح معكم اصاحبي، خرجوا بواحد تصريح رسمي. واش انتم ما تعرفوش تهضروا؟ وعطى الله الصحافه، عطى الله المنابر، عطى الله التيفيات، خرجوا لنا بواحد التصريح رسمي الله يرحم بها الوالدين. رساله للاعبين ديال الحسنيه تقادير، هذه رساله موجهه من واحد من المحبين، وعندي الاصدقاء لاعبين كاينين في وسط من الفرقه لعبوا معنا كوره وما تيعرفونا، نوجه الرساله ديالهم بلا ما نسميهم. الدراري بصحتكم، راه كيما تتعانيو نتوما تنعانيو حنا، وبصحتكم فهمتوا اللعبه. هادشي باش عجبتوني الدراري، ولاد البلاد طلعتوا رجال، هادي تعطيكم صالي ميليتير هو مقاد الله يرحم بها الوالدين اللي جور. بصحتكم، وانا عرفتكم علاش قادين، تقدروا تجيبوا ريتور د بطوله تجيبوا 30 نقطه، انا عارف حسنيه بون ايكيب. ولكن هادوك الناس واش عباد الله ما شادينش بريمات الزمالك ديال العام اللي فات وبيت اللعابه يلعبوا؟ والجمهور ديال اكادير خصكم تعرفوا هاد القضيه، راه اللعابه راه تيتخلصوا ماتش وتيردموهم جوج ماتشات. Thank you.